السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان، اللي هنا واللي لداخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل، وتحياتي لبنات الأصل. نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بصحة وعافية وما يخصكم حتى خير. قبل ما غادي نبداو تفاصيل هذه الحلقة، لأول مرة يشوفنا ولأول مرة يشوف القناة ديالنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك، يضغط على زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد. كلشي تبع هذه القضية اللي دارت ضجة في المغرب كامل، وكلشي تفاعل معها. القضية ديال الكنزة، كنزة الخادمة اللي كانت خدامة عند واحد الناس اللي تكرفسوا عليها لواحد الدرجة ما تصورش، قرضوها تكرفسوا عليها، صرات لها بحال داك المسلسل ديال من دار الدار الى تعقلوا عليه. يعني كان يجي كل خدامة يجيبوها كيتكرفسوا عليها، وبحال هكا صرات لها هاد الانسان هاد. ومسكينة درويشة باينة، فاش كتجي كتجي غير في الدرويش، غير في الانسان الدرويش هو اللي كتجي فيه. وسبحان الله، يعني بالتجربة، يعني كما نقولوا ولات واحد الآفات، ولات واحد كما نقولوا واحد الظاهرة كبيرة نتاع الخادمات اللي كيشوفوهم جايين من الدوار ولا جايين من العروبية ولا جايين من واحد، يعني كنقولوا مقاريين ما عارفين حتى شي حاجة، كيتكرفصوا عليهم كيعطيوهم واحد الأثمنة اللي هي قليلة، وكيتكرفصوا عليهم كيحقروهم وكيضربوهم. هذوك الناس ديك الخادمة ولا كتكون ما عندهاش، ما عارفاش كاع مين تدخل مين تخرج، ومسكينة ما عارفة والو ما عارفة والو، وكيبقاو يتكرفصوا عليها لا ما ديريش لا ما كذا لا ما، ويعني وكتضربها وكيضربوها، ومين تبغي تجي تهضر مع امها ولا تهضر مع كذا يحيدوا لها التليفون. هذا من هذا المنبر هذا انا كنقول للناس وكنقول لكاع الخادمات، راه حتى شي واحد ما هرب، يعني كما اي واحد، راه حتى شي واحد واش عمركم شفتوا شي مش يهرب من دار العرس؟ حتى شي واحد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما فيها والو، الخدمه شريفه. ولكن انا كنوجه واحد الرساله قبل ما نشوفوا لي فيديو، كنوجه واحد الرساله لهاد الناس اللي شويه حاسين براسهم انهم كيجيبوا خادمات وكيتكرفصوا عليهم. ما تنساوش راه عندكم وليدات، وحنا في الدنيا، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع قايبه. كاع اللي عنده وليدات وكرفص على بنات عباد الله ولا ولاد عباد الله راه غادي تخرج فيه، اقسم لكم بالله العلي العظيم، يا تخرج في بناته يا تخرج ولا، لانهم لا حول ولا قوه. وشتو خوتي هاد العزيزه، يعني هاد السيده هادي وكان ما هربتش، وشوفوا كانت مقروضه مقروضه منيفها، مقروضه من ظهرها، متكرفسه عليها بالكابلي، يعني شوفوا خلاتها هكا ما بغاتش ديها للطبيب، باش تعرفوا بان النفوس ديال الناس وبعض الناس لا حول ما عندهم مقاطعين يدهم يد الرحمن. يعني وكان ما هربتش غادي تبقى هكك، تبقى هكك مقروضه وتبقى هكك حتى يصرى لها شي حاجه ولا تموت الله يستر. لان خوتي الاعزاز، انا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش الحكم ديال هاد الناس هاد، لان حنا نطالب واحد 20 عام ولا باش يتربوا وباش يعرفوا يقولوا ان دايمي واش درنا. لان المحكمه حكمت يعني بثلاث سنوات على المراه وسنتين على الرجل، وحكمت عليهم بيناتهم بزوج 15 مليون، وحكمت على كما نقولوا يعني ديك المراه يعني تبست عليها انتحال الشخصيه، وباش تعرفوا بانها مجرمه ومجرمه خطيره. ولكن غادي يكون الاستئناف ان شاء الله، غادي يكون الاستئناف ونطالب بالحكم يكون اقصى. يعني والزوج ديالها ما تثبتش عليه انتحال شخصيه. لهذا خلينا نشوفوا الفيديو وتشوفوا المحامي ديالها وشنو قال، وتشوف انا شفتني غير هي، اقسم لكم بالله العلي العظيم الا شفتني هي مي كان يضربها بالقراعين تاع الشراب وتكرفسوا عليها، علم الله كاع واش داروا فيها. سمعوا خوتي، الله يلعن شي مرات عندهم كنحاول نتسحر وحق الله شي مرات عندهم، كنت كنفكر نتسحر شي مرات عندهم، والله كنقول خصني نتسحر ما بقاش عندي، حتى بني بنادم مسدود عليا ما بقاش بغيت ندخل ما عنديش. المهم مشيت مع عندهم الشهر الاول، كانوا معايا يعني عادي مزيان، كنتعامل مزيان شويه، ما عرفتش كيفاش تبدلوا معايا ولا يضربوني كيعنفوني انت كيعيروني شحال من حاجه، يعني شي حوايج قدروا ما يطيحوا في البال شي ضرب خيب وشي حصلت شي سبان لي و هادي السبال اللي خايبه انت الهضره اللي ما تقدرش عمرني ما سمعتي في حياتي غير سمعت منه، والضرب بالليل وبالنهار تقدر يضربوك حتى بالليل حتى بالنهار، الا فيقه في الصباح ما دير والو يقدر يضربوك، ما عندك حتى شي حاجه ولا يضربوك باي حاجه في يديهم، ما عندهمش المشكل اللي كانت في يديهم كيضربوها بها، ما كيفكروش شي غادي في الدقه ولا انت ولا تصحي ولا تهرسي ولا ما عندهمش المشكل، المهم يضربوك وصافي. لا عندهم جوجات وبنت، راه عندهم جوجات ماشي عليهم، وتوما الا ما كيضربوهم شي تعصبوا عليهم انت داكشي اللي كيتعصبوا عليهم كيجيو لي انا كيضربوني، لا شي ولد دار شي حاجه ولا لا شي ولد هاد شي حاجه كيقول لك انت هرستها، لا ماشي ولدي ولا بنتي اللي هرستها، لا انت هرستها. داك النهار اللي هربت، هذاك النهار اللي هربت ضربتني في الصباح
وقالت لي يا راجلي غادي يشوف شي غادي يكمل لك داكشي الخاص كما انا هادشي ضربت كي ضربه بسيط، ولكن ضربتني بزاف داك النهار كامل. فسمعت لي راجلي غادي يجي العشية وغادي يضربني، انا عارفه راجلي هو تيضرب قاصح. ديك الساعه حاولت انني كيفاش غادي نهرب، بقيت كنفكر كنفكر شويه ما عرفتش كيفاش. قالت لي خرجي، طردت بالحاشاك و خرجو من تما. صافي خرجت ما بقيتش رجعت عندها. باش ضربات انا المهم تفاتني وطرشاتني وانتي وشتات عليا، فضربني تبعت بواحد المقله في راسي. دابا راسي كيضربني بزاف شي مرات ما كنبقاش هو الضربه. واحد المره ترست لي في يد المقله، عرفتي واحد المقله قالت حتى كتبني بها لدرجة ترست لي في يد المقله. حلو تخدم معايا دابا شي 7 شهور. انا جيت شنو وقع لك؟ المهم جيتني باش نتداوى ومشي حتى عندي شلا كورسور في رجلي وكنحس براسي عيانة. نهار رسالة كده ها مهرسة من يدي ومن يفين وهنا يعود شدي مهرسة. هذا هو هذا اللي شو وقع لك؟ باش ضربت بك؟ انا واحد هربتي وطحتي ولا شنو وقع لا هي ضربتني، ضربتني واحد العود تاع الزيتون غليظ هنايا وهنايا ضربتني. كضربتني في سيفي غير سيفي اللي مهرتي شوية، كضربتني في سيفي حتى انا كانت كضربني في سيفي. شوفوا عينيك الزرقاء هذيك او ماشي دايره كله كانت كضربني واحد كابل كله هكا. الظروف هي ديما هذه ديال الضرب تضربني اصلا عيني. واحد ما ضربني راجل بقى على الشرب مابقيتش كنشوف بدا شحال جيبها هما في راجلك تشرب كيشرب بزاف ماشي كيشرب كيدير بزاف الحوايج ديال ليا. هي قالت لي بفمها ملي تشرب في نوبلك ما كيعقلش ما كيعقلش كتحرش عليا كتشوف شعرهم تي ما عقلش كتقول لي هذه تكذب عليا وكتقول لي هذاك باش ينهض يجي يضرب فيا. وخيت اللي هربتي فين مشيت صراحة خرج من تما لقيت هذاك مول الطاكسي مسكين حدا الباب، لقيت تما حدا الباب ما سولته ما سولني لقيت واقف طلعت معاه. صافي طلعت معاه ومشيت شوية بقاو كيسولوني شي عيالات ما فيها بنتي مسكين كنبكي. وقلت عاودت ليهم زعما القصة ديالي هكا، الشيفور داني محط القطار وزعما بغي يركبني فهمتي. شوية قال لي لا بنتي ما خصكيش تركبي، خاصك تمشي عند البوليس خاصك هكا. حتى الماكلة مسكين وين عطاني ناكل حيت الماكلة توكل النهار كامل وين عطاني ناكل. انا تقريبا مع داكشي 7:30 ما يهرس من الدار. قولي انا عمري ما سمح ليك مع داكشي يدير شو ليا مستحيل نسمح ليكم، عمري ما سمح ليه. وشفتنا اخوتي العزاز هانتوما تكرفصوا عليه واحد التكرفص اللي ما كاينش. شوف انا بغيت غير نوصل هذه واحد الرساله للمغاربه والناس، اي واحد يشاف شي حاجه ما يخافش. كما قالت هي اودي انه اللي كانوا يشوفوها الجيران وكانوا يشوفوها ديك السيده، كانت واحد جارتها بعدا خرجت وقالت لك انا كنت نشوفها باللي كانت تجيب بزاف ديال الخادمات وكانت تكرفص عليهم وكانوا يهربوا. هاد السيده كان ما هرباش داك مول الطاكسي الله يجازيه بالخير، راه غادي تموت هاد السيده. لان قالت لك اودي كما نقولوا لولادها اي حاجه يديروها كتحصلها فيها. لهذا قلت لكم خوتي العزاز بنادم العقايب على 7 جرارك الدور، اللي عنده الوليده يكرفس على بنات عباد الله ولا عباد الله راه غادي يخرج لهم فيهم، راه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع عقايبها لا حول ولا قوه. لهذا كنقول لكم ما تخافوش اي حاجه بنادم شافها يبلغ عليها، ولا هو الا ما قدرش حتى هو يمشي يبلغ عليها. المهم خلينا نشوفوا المحامي ديالها وشنو قال. فاليوم كان حكم ديال الملف ما يعرف اعلاميا بملف كنزة، فالمحكمه قررت متابعه كلا من المتهمين ومؤاخذتهم بالمنسوب اليهم. قررت الحكم على المتهمه الاولى ب3 سنوات نافذه فيما يتعلق بانتحال صفه والضرب والجرح. فيما يتعلق بالمتهم الثاني فحكم المحكمه كان 2 سنوات نافذه، وفيما يتعلق بالضرب والجرح وبرئات المحكمه من قبل بتهمة انتحال صفة. فيما يتعلق بالتعويض المدني فالمحكمة حكمت ب60,000 درهم لفائدة المطالبة بحق المدني كنزة فيما يتعلق بالمتهم الأول. فيما يتعلق بالمتهم الثاني فحكمت لي المحكمة باش يؤدي تعويض مدني لفائدة المطالبة بحق المدني قيمة ديالو 90,000 درهم. أستاذ أنتم راضين على الحكم؟ وحنا عندنا شق منه راضين عليه فيما يتعلق بمؤاخذة المتهم المنسوب إليها. فيما يتعلق بالمتهم أيضا عندنا واحد نوع من ماشي نقولوا ماشي عدم الرضا، ولكن عندنا نوع من نبسطوا أمام محكمة الاستئناف في إطار حق لي كيمنحوا لنا القانون أننا نستأنفوا هذا الحكم، وأيضا عندنا نستأنفوا الحكم في إطار فيما يتعلق بالتعويضات. هادشي اللي كاين اليوم. كيفاش شفتي الجلسه استاذ نعيمي؟ فالجلسه اليوم مرت في اجواء عاديه في اطار المحاكمه العادله. تناولنا الكلمه، احنا كملنا اوجه الدفاع ديالنا، من بعد تناول الكلمه دفاع المتهمين بصد اوجه الدفاع ديالو. المحكمه قررت تختلي المداوله، وفي من بعد المداوله حكمت مؤاخذه المتهمين بالمنسوب اليهم. فيما يتعلق بالمتهم الثاني كما قلت فحكمت براءة ديالو فيما يتعلق بانتحال صفه، اما فيما يتعلق بالمتهم الاولى فاخذتها المحكمه فيما يتعلق بالضرب والجرح وايضا فيما يتعلق بانتحال. كما سمعت اخوتي العزاز لهذا هذا الحكم هذا يعني غير راضي عليه يعني كما نقولوا جميع المغاربه.
حنا ننتظروا ان شاء الله الاستئناف لانهم من حقهم يستانفوا. وحتى المسكينه الاخت كنزة مشات غاضبه ما هضرت لا مع صحافه لا والو، مشات طلعت الاخر وصلوها ومشات، لان الحكم ديالها كان ماشي قاسي لديك الدرجه، 3 سنوات في سنتين وغرامه ماليه قدرها 15 مليون بيناتهم، يعني ما كانش. حنا ننتظروا الاستئناف ان شاء الله، وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم خوتي.